وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم أمس على قرار تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم الهيئة العامة للأمن الغذائي، وذلك لتحقيق مستهدفات الفقد وصياغة مخطط الخزن الاستراتيجي. انضم إلينا من الرياض الدكتور محمد العمري، نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي للشؤون التنفيذية أو التنظيمية. دكتور محمد، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. أسأل أولا عن الهدف من تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة للأمن الغذائي. أهلا وسهلا. الحقيقة اسمح لي في البداية أن أعبر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على صدور قرار مجلس الوزراء بتحول المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة وطنية أو هيئة عامة للأمن الغذائي. وهذا يعكس بالحقيقة اهتمام حكومتنا الرشيدة رعاها الله على استقرار وتطوير منظومة الأمن الغذائي على مستوى المملكة. الحقيقة الهدف الأساسي من هذا القرار وصدور هذا القرار هو إيجاد هيئة إشرافية تنظيمية متخصصة في مجال الأمن الغذائي، وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا التحول، وهذا بالتالي سيتيح لهذه الهيئة القيام بدور التنسيق وتوحيد الجهود وتضافرها مع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي سواء في القطاعين الخاص أو العام. ممتاز. يعني كيف ستختلف المهام الرئيسية اليوم بين الهيئة الجديدة وبين المؤسسة العامة للحبوب سابقا دكتور؟ نعم، الحقيقة الهدف الأساسي من التحول هو يعني كمهمة أساسية وبارزة هو متابعة ورصد التطورات التي تحدث في الأسواق الغذائية محليا ودوليا من خلال إنشاء نظام إنذار مبكر شامل يستطيع أن يعطي تنبؤات بأوضاع الأسواق العالمية، وبالتالي يساعد في اتخاذ القرار المناسب لأصحاب الصلاحية في حالة وجود أزمات لا سمح الله. فبالتالي هناك تقارير لحظية وتقارير دورية باستمرار، هذه تمكن الهيئة بإذن الله في ممارسة أعمال كبيرة جدا في المرحلة القادمة. العالم فعلا يا دكتور يعاني، يعني هذه الفترة من أزمة أمن غذائي جراء طبعا التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خصوصا فيما يحدث من أزمة روسية أوكرانية. هذه الهيئة كيف ستساهم السعودية في أو كيف ستساهم في تجنيب السعودية أي خطر لا قدر الله من يعني زي ما ذكرت لك، وجود الهيئة حقيقة من خلال العمل على إنشاء برنامج ونظام إنذار مبكر سريع يستطيع أن يقرأ ويزودنا بمعلومات كاملة عن أوضاع الأسواق العالمية والتطورات التي تحدث فيها، هذا يساعد على بناء اتخاذ قرارات صائبة من خلال التقارير والتزود بالمعلومات الوافية عن حركة الأسواق السلع الغذائية في العالم وحتى محليا، بالتنبؤ أو أخذ الاحتياطات اللازمة في حالة الطوارئ لا سمح الله، باتخاذ القرار المناسب الذي يضمن تحقيق الغذاء الوفير في الوقت المناسب. دكتور، أين هي السعودية اليوم من هذه الأزمة، أزمة الغذاء العالمية أو الدولية جراء التطورات الجيوسياسية الأخيرة؟ الحقيقة المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم قيادتنا الرشيدة كما لاحظت في خلال أزمتي أزمة جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تتأثر أسواق المملكة، والحمد لله كانت كل القراءات والمقاييس تدل على أن هناك وفرة في الغذاء والإمكانيات المتوفرة على نطاق واسع.
طبعا هذا القرار الأخير، وجود هيئة متخصصة في مجال الأمن الغذائي، سيعطي ثقل كبير للمملكة على النطاق الدولي، حيث تصبح هذه الهيئة ممثلة للمملكة في المحافل الدولية، في المنظمات والهيئات المختلفة، وبالتالي هذا يعزز وجود المملكة ودورها المحوري في منظومة الأمن الغذائي. أيضا نظام الإنذار المبكر الذي إن شاء الله نعمل عليه حاليا سيوفر لنا قراءات مستفيضة وآنية عن حركة الأسواق العالمية والمحلية، وبالتالي توفير الإمكانيات اللازمة وتسهيل اتخاذ القرار اللازم لاتخاذ الإجراءات. ثم لازلتم تعملون عليه نظام الإنذار المبكر دكتور؟ لم تنتهوا حتى اللحظة؟ لا بدأت المؤسسة السابقة المؤسسة العامة في العمل على هذا البرنامج، والآن إن شاء الله في المراحل الأخيرة لإطلاق هذا البرنامج. بالتوفيق لكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من الرياض الدكتور محمد العمري، نائب محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي للشؤون التنظيمية.